نبقى في الدار البيضاء معنا لاله مليكه. صباح الخير دنيا. صباح النور. كديره لاباس عليك؟ مرحبا. الله يبارك فيك لاله. تحيه لك ولطاقم المستمعات كاملين. الله يبارك فيك. صباحكم مبروك. مرحبا. غادي نعطيك الشنيك، هذا الشنيك كيجي زوين. شنيك؟ انا غادي نعطيك نص كيلو ديال الدقيق الابيض. كيلو دقيق؟ الابيض. وجوج معالق ديال خميرة الحلوة مع فلفل صغار. معالق خميرة الحلوة. صغار ماشي كبار. شوية ديال الملحة. ملح. ثلاثة المعالق كبار ديال الزبدة. ثلاثة المعالق كبار زبدة. والحليب باش غنعجنوه. الحليب يكون بارد. باش نعجنوه. إيه كنخلطو هاد المكونات كاملين، كنعجنو العجينة بداك الحليب بشوية بشوية تتجمعلينا العجينة. وتتولي العجينة رطبة ديالنا. كنجمعوها في بلاستيك ونخليوها ترتاح. وندوزو الحشوة. حشوة. عندنا بصلة مشحرة بشوية الملح والزيت. والزهر. بصلة مشحرة. مشحرة شوية الملح. وملح. والزهر. والزهر. شوية الزيت. اها. كنجيبو واحد الحك ديال مطيشة. كنديرو. كنديرو واحد الزلافة وكنزيدو ليه الزيت البلدية. زلافة كنزيدو زيت البلدية. ايوا عندنا الزعتر مطحون والزيتون مقطع. زعتر مطحون زيت مقطع. ايوا الزيتون مقطع. وعندنا الطون ديال مطيشة وعندنا فرماج محكوك. الطون مطيشة وفرماج محكوك. محكوك هادو هما المكونات اللي كاينين فيه. كنخرجو ديك لاباط ديالنا كنسرحوها مزيان كنرقوها مزيان وكندهنوها بديك المطيشه ديال الحك اللي درنا على الزيت البلديه. كندهنوها مزيان قادوها ورشوها بداك الزعتر مطحون. كنديرو الزيتون مقطع كنديرو الطون ديال المطيشه قادو كلشي هادشي في لاباط ونزيدو الفرماج محكوك نعمرو بالفرماج. نعم. صافي ونبداو نلويوها بشويه بشويه تنكملوها ونديروها في شي بلاطو نغطيوها بفيسي فغازي وندخلوها للثلاجه المجمد. تا كتقبض فراسها مزيان نخرجوها نوجدو الطاوة ديالنا ندهنوها ونبداو نقطعو لي الشنيك ديالنا. نطفوهم ديك الطاوة ديالنا قادوهم مزيان نركو عليهم باش يتقادو ونحطوهم نديرو فوقهم منهم الفرماج محكوك ونخليهم يرتاحو. يرتاحو شوية عاد نشعلو الفران يكون الفران سخون. وندخلوهم الفران وعاد غير كيطيبو بالصحة والراحة. كيجيو هشاش وزوينين. والسيده اللي بغات تحتفظ بهم في المجمد تحتفظ بهم حيت كيبقاو يصبروا. نعم بالصحه والراحه. بارك الله عليك. الله يبارك لك لاله مليكه.